وأكدت إيلاريا سمير عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، أكدت أهمية تعزيز الاستثمارات السياحية لما لها من مردود إيجابي على القطاع الاقتصادي المصري. طبعاً يعني الجميع يعني يتكلم عن المعوقات اللي بيواجهها المستثمرين وضرورة تسيير الأمور ليهم من خلال البنوك، وايضا ضروره استغلال جميع المناطق السياحيه بالطريقه الامثل، والترويج ايضا لسياحه اليخوت كان ملف هام جدا، وتم يعني المقترح ده مناقشته باستفاضه من العديد من الحضور.